فصل شريف من الأناجيل الأربعة. صلى على برخمار. ولما خرج قال يسوع: الآن تمجد ابن الإنسان والله تمجد فيه. وإذ كان الله قد تمجد فيه فإن الله سيمجده في ذاته ويمجده حالا. يا بني أنا باق معكم زمنا آخر قليلا وستطلبوني. وكما قلت لليهود: حيث أنا ذائب لا تستطيعون أن تأتوا أنتم. وأقول لكم الآن: أنتم الذين ثبتتم معي في تجاربي، وأنا أعدكم بالملكوت كما وعدني أبي. فتأكلون وتشربون على مائدة ملكوتي، وتجلسون على الكراسي، وتدينون أصباط إسرائيل الاثني عشر. وفي اليوم الأول من الفطير دنا التلاميذ من يسوع وقالوا له: أين تريد أن نعد لك لتأكل الفصح؟ قال لهم: اذهبوا إلى المدينة إلى فلان وقولوا له: إن زماني قد قرب وعندك أصنع الفصح مع تلاميذي. ففعل التلاميذ كما أمرهم يسوع وأعدوا الفصح. ولما كان المساء كان متكيا مع تلاميذه الاثني عشر، وبينما هم ياكلون قال: الحق اقول لكم، ان واحدا منكم يسلمني فحزنوا جدا. واخذ كل واحد منهم يقول له: ألعلي أنا يا رب؟ فأجاب وقال: الذي يغمس يده في الصفحة هو يسلمني. وابن الإنسان ماض كما كتب عنه، ولكن الويل لذلك الإنسان الذي عن يده يسلم ابن الإنسان. كان خيرا لذلك الإنسان لو لم يولد. أجاب يهوذا مسلما وقال: لعلي أنا هو يا معلم. قال له يسوع: أنت قلت. وبينما هم يأكلون أخذ يسوع خبزا وبارك وكسر وأعطى تلاميذه وقال: خذوا كل هذا هو جسدي. وأخذ كأسا وشكر وأعطاهم وقال: خذوا اشربوا منها كلكم، هذا هو دمي دم العهد الجديد الذي يراق عن كثيرين لمغفرة الخطايا. أقول لكم: إني من الآن لا أشرب من هذا عصير الكرمة إلى اليوم الذي فيه أشربه معكم جديدا في ملكوت أبي.
فسبحوا وخرجوا إلى جبل الزيتون.